مشاهدينا الكرام، زملائي في الاستديو، تحياتي من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة ومتابعة مستمرة دائما لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما فيما يخص الملف الإنساني والإغاثي. على أي حال فيما يخص ملف المساعدات الإنسانية، صباح اليوم دخل من هذه البوابة المجاورة لمعبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة 15 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة ما بين مساعدات غذائية وخيام وأيضا مساعدات دوائية وطبية، بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز. هذا الرقم يعني ضئيل ومحدود جدا للغاية، ولا يلبي بأي حال من الأحوال الاحتياجات لأهالي قطاع غزة سواء من الدواء أو من الغذاء وغيره. ولكن هذه هي المساعدات التي تصل إلى معبر كرم أبو سالم، ومن هنا نضع مفارقة كبيرة شتان الفارق ما بين هذه البوابة والتي كانت دائما وأبدا تستقبل الجرحى والمصابين، ومن خلالها أيضا يدخل مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية، عندما كان يسيطر الجانب الفلسطيني على بوابة رفح من الجانب الآخر. والفارق ما بين معبر كرم أبو سالم الذي تصل إليه مساعدات محدودة وضئيلة جدا، وعلى الرغم من محدودية هذه المساعدات لا نعلم في واقع الأمر ما إذا كانت هذه المساعدات تصل بالفعل لأهل قطاع غزة أم هي مخزنة في المنطقة اللوجستية بمعبر كرم أبو سالم التابعة للاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بملف العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، ربما نتحدث عن أكثر من 20 شهيدا حتى اللحظة كنتيجة مباشرة للعمليات العسكرية وللاستهداف الجوي لسكان قطاع غزة، لا سيما في منطقة حي الزيتون وفي خان يونس وفي شمال رفح وفي منطقة دير البلح التي تشهد اشتباكات عنيفة ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين حركة حماس، بالإضافة إلى عملية النزوح المستمرة طوال الوقت من الشمال إلى الجنوب ومن الوسط إلى الشمال وبالعكس، في ظل ربما وصفوا يعني المفاوضون الأمميون العاملون في المجال الإغاثي والإنساني، قالوا لا نجد كلمة أو عبارة تصف ما يحدث داخل قطاع غزة، ربما كلمة كارثة إنسانية أو مأساة لم تعد يعني توازي ما يحدث داخل القطاع في ظل استهداف متعمد للبنية التحتية الصحية ولأبار المياه ولكل ما يمس حياة يعني أهالي قطاع غزة، بالإضافة لاستهداف مراكز اللواء بصورة مستمرة في ظل طبعا نقص شديد وتفشي كبير للأمراض، سواء يعني ظاهرة مرض شلل الأطفال أو أيضا الأمراض الجلدية والوبائية الخطيرة كنتيجة مباشرة لنقص وتلوث المياه داخل قطاع غزة. هذا هو المشهد العسكري وأيضا المشهد الإغاثي والإنساني حتى اللحظة من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة.